بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا الأقصى مسراه عليه الصلاة والسلام. هذه الحلقة رقم 127 من مجموعتنا التحليلية أرباكس بتاريخ 5 يوليو/جولاي/تموز/2022 من العام الثالث لهذه القناة. هذه الحلقة راح تتناول موضوع رئيسي، وأنه استهلاك الوقود في العالم وبالأخص في الولايات المتحدة يتراجع بقوة، وتراجع بقوة وخصوصا طوال العطلة الطويلة اللي كانت 3 أيام بمناسبة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، واليوم كمان عيد الاستقلال في الجزائر. لذلك خلينا نعطي شوية تحية للدولتين إن شاء الله، ونقوم ب استعراض اللون الأخضر تحية لاستقلال الجزائر في هذا اليوم المبارك. وخلينا ندخل في المواضيع على طول. في عنا على الهامش عن موضوع محادثات الدوحة وماذا حصل هناك، هل هي فشلت أم نجحت أم هناك مناورة من نوع ما، خلينا نشوف شو اللي حصل. بالنسبة للوقود في العالم، جميع المؤشرات اللي ظهرت خلال هذا الويكند المنصرم اللي بدأ من يوم جمعة وسبت وأحد وانتهاء بيوم الاثنين اللي هي عطلة رسمية في الولايات المتحدة بمناسبة 4th of July اللي هو عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، خرجت تقارير من منظمة الطيران الافييشن ديبارتمنت توحي بأنه كان هناك أكثر من 1000 رحلة تم إلغائها داخليا، وعدد شبه يعني أو عدد لا يستهان به من الرحلات الدولية برضو تم إلغائها لعدم وجود ركاب ولعدم يعني الجدوى الاقتصادية لهذه الرحلات بالقيام برحلاتها المبرمجة. وكان هناك على الأقل 3000 رحلة داخلية أخرى كانت يعني زي ما تقول on standby، يعني ممكن تطلع وممكن ما تطلعش، واللي طلعت اجت متأخرة عدة ساعات، يعني في تأخير كان على الأقل على 3000 رحلة داخلية. وهذا بخلينا نضطر نحكي لكم بالنسبة لي يعني كيف النظر لموضوع الوقود، وليش أنا حاطط هون ملاحظة بتقول بأنه هذا يشير إلى أنه الأوبك بلس بدأ يدخل في ورطة وستظهر نتائجها وستظهر يعني قوتها في الأشهر القليلة القادمة، والآن بحكي لكم ليش. في عنا إحنا المصطلح الدارج لما بنروح إجازة نقول رايحين vacation vacation، اللي حصل في الأشهر القليلة الماضية من هذا العام وخصوصا منذ بداية الصيف، اللي هو المفروض يكون يعني على الأقل سعر البنزين على المحطات بيكون بالصيف دائما بيرتفع ما بين $0.50 إلى $0.75 بطبيعة الحال. يعني لو كان دولارين بصير $2.75، لو كان 3 بصير 3.75، وإذا كان 4 بصير
74، لأنه الناس يعني بتسوق بشكل أعلى في الصيف، بأخذوا أولادهم إجازات وبروحوا إلى مناطق مختلفة، اللي بروحوا بالسيارات داخل الولايات المتحدة بروحوا لمسافات طويلة من ولاية إلى ولاية، واللي بسافر بسافر بالطائرات. هذه الصيف يجري العكس تماما. احنا من عام 2008 في عندنا كمان مصطلح ثاني نطلق عليه اسم ستايكيشن. ستايكيشن يعني اعمل اجازتك في منطقتك، ما تروحش فاكيشن. الفاكيشن اجازة تروح فيها الى مناطق مختلفة، هذه ستايكيشن خليك محلك، يعني نو فاكيشن، ستايكيشن معناها. وهذا المصطلح اطلقوا الامريكان، او يعني اطلقوه من عام 2008 من الازمه الاقتصاديه اللي حصلت تلك الاثناء. اللي بس حابب احكي لكم اياه انه لما استهلاك الوقود بتراجع بقوه، يعني اكثر الناس اللي ذهبوا الى مدن، الى اما داخل مدنهم الى المتنزهات، واخذوا معاهم مشاوي وباربيكيو وجمعوا حالهم والأصدقاء كلهم، بحيث إنه المسافة من بينهم وبين بيتهم لا تزيد عن 5 مايل أو خمس أميال أو 6 7 كيلومترات أو 8 كيلومترات، قول 10 بالكثير إذا بدهم يروحوا من مدينة إلى مدينة، ولكن المدن الملاصقة أو القريبة على حسب اختيار العائلة أو الأشخاص إلى المتنزه اللي أفضل المفضل عندهم، سواء كان في مدينتهم أو في المدينة المجاورة بروحوا. يعني الماكسيموم تبعهم كان حوالي 10 أميال أو 15 كيلومتر بعيد عن بيوتهم، وهذا يعني بيجعل استهلاك الوقود إنه نزل بشكل فظيع. وهذا اللي بيصير عند الخلل الآن داخل الاحتياطات وداخل الولايات المتحدة أو في أي منطقة في العالم، إنه بصير عندهم مخزون قوي جدا لم يجري تصريفه. أفضل طريقة لتصريف أي مخزون بترول خصوصا في الولايات المتحدة إنه يخزنوه في سياراتنا. أفضل مخازن للبترول هي التنكات الموجودة في سيارات، هاي لحالها بتحمل مليارات الجالونات السيارات نفسها. فلما هاي السيارات تبطل تمشي وتطلع لمسافات بعيدة، فبضل نفس التنك معبأ لمدة على الأقل يعني 2 أو 3 أسابيع إذا مش أكثر. فهذا بسوي خلل في تصريف المخزون اللي بيكونوا محتاطين عليه، على أساس إنه بالصيف بيكون استهلاك الوقود عالي، والآن اللي حصل العكس تمام. فهو أنا بحب أنوه لشغلة واحدة حتى تعرفوا إنه سعر البترول اللي الواحد بضل يقول 110 120 وصل وكذا، هذا سعر البورصة. هذا سعر البورصة من صالح المستهلك الأمريكي إنه يظلوا بالطالع. وسبق وحكيت لكم المستفيد الأكبر من ارتفاع سعر البترول على البورصة اللي هو السعر المزيف، هو يعني يعود بالفائدة أكثر، حتى لو كان المستهلك الأمريكي زاد عليه مصروف الوقود ليذهب للعمل ولا يعني ليقوم بإجازاته الشخصية اللاتشري زي ما يقولوا، هذا ما بهموش ارتفاع 75 سنت ودولار ودولارين، لأنه بعوضهم بشكل أفضل لما بيطلع سعر البترول في البورصة، لأنه هذا سعر مزيف. والآن سبق وحكيت لكم أنه معظم صناديق التقاعد اللي بيوفروها الشعب الكادح الآن اللي قاعد بيشتغل
في عنده صناديق تقاعد توفير لمستقبلهم بعد ما يصيروا عمرهم فوق 62 أو 65 عام. هذه الصناديق توضع في أيدي شركات، من قبل طبعا الشركات اللي بتوظف الموظفة، عندهم دائما في شركة مالية تدير هذه الصناديق، صناديق التقاعد. فهذه حاطة على الأقل ثلث هذه الصناديق وما يوجد لديها من مدخرات، بتحطهم في شراء الكوموديتيز أو الفيوتشرز، يعني شراء المساهمة في الحبوب والموارد الطبيعية، من يعني جميع أنواع الحبوب والبترول والمعادن النفيسة، هذه بنسميها كوموديتيز، مش بأسهم الشركات. 70% أو 50% بحطوها في الأسهم، بيستثمروها في الأسهم المضمونة شبه المضمونة لديهم على حسب دراساتهم، و20% في سندات الخزينة الأمريكية. فيعني بنوعوا السلات حتى يعني ما إذا خسرت أي سلة ما تأثرش كثير على هذه المدخرات، وأنه ما يفقدش العامل أو الموظف الأمريكي اللي بيشتغل بجد وبكد وبيوفر، والشركات اللي موظفته يعني كمان it will match، يعني اللي بحط 5% من راتبه للتوفير، الشركة اللي موظفته لازم تحط كمان مقابلهم 5%، فبتروح 10% من راتبه لحسابات التوفير. فهذا السعر، هذا سعر مزيف يتحكم فيه المستثمر، وهذه الصناديق أكثر من حتى أصحاب وأصحاب شركات البترول، وأكثر من المدراء الكبار، يعني CEOs والchairmen of the board وكل هالشغلات. هدول ما لهمش إلا 1.5-2.5-3% بالكثير كأفراد، لكن اللي بملك معظم هذه الأسهم هم المستثمرين في الأسهم، والمستثمرين في الأسهم هم عامة الشعب الأمريكي من الطبقة الوسطى. فإذا بطلع سعر البترول على المحطة في المحطات بطلع دولار دولارين، يعني من زمن ترامب للآن صار طالع حوالي دولارين ونص، بتمرجح بين دولارين ونص وثلاث دولارات، هذه سعر البترول في البورصة بيعوضها بشكل مناسب. أضف إلى ذلك بأنه بما أنه ما فيش عندنا unemployment يعني بطالة، فمعناها أنه وبعدين قبل ما فيش بطالة، وبنفس الوقت قامت الولايات المتحدة والمشرعين في الولايات المتحدة بسن قانون برفع المينيموم ويج أو الحد الأدنى للأجور والرواتب ليكون على الأقل 15 دولار. وبما انه ما فيش بطالة، وسبق وحكيت لكم انه الان يعني في شغلة، في شغلتين لكل شخص، مش شخصين لكل شغلة او 5 اشخاص لكل شغلة شاغرة، لا، في شغلتين شاغرات وما فيش مقابلهم الا شخص واحد، ما بقدرش اخذ الشغلتين. ففي هذه تحت هذه الظروف الشركات اللي محتاجة بشكل ظاهر وواضح يحتاجوا إلى ملء الشواغل اللي مش لاقين حدا يملئها حتى يستدرجوا الموظفين في الشركات الأخرى، قاعدين بعرضوا عليهم أول إشي ما بين 500 إلى 1000 دولار حوافز، يعني زي لاعب الفوتبول ساين أب بونس، يعني بس تعال معنا اقبل شغلتنا، ومش رايحين كثير يعني نقول لك عندك خبرة، لا، من دربك على عملك، بس تعال انضم إلى فريقنا، بنعطيك يا 500 دولار يا 750 يا 800 يا 1000. هذه موجودة على واجهات حتى المحلات اللي بدهم هيلب وانتد، يعني بدهم في عندهم شواغل، بقول لك بنعطيك 500 دولار لتوافق انك تشتغل معانا، وبعدين بنعطيك على كل
تشيك اللي بيطلع كل اسبوعين، بنعطيك مبلغ يعادل ما بين 50 الى 100 دولار بدل مواصلات، بدل بنزين لتيجي على الشغل. فعامة وغالبية الشعب الأمريكي مش متأثر أبدا برفع هذه الأسعار، لأنه الشركات بدأت تتحمل هذه المصاريف. وبعدين ما فيش حدا بيجي بواخد 15 دولار، يعني الشركات حتى نفسها بتقول لهم نعطيك 500 دولار ونعطيك 20 دولار كبداية. فهاي ال5 دولارات هذه بالساعة الزايدة بالساعة بتغطي أي ارتفاع في المواد الغذائية أو أي ارتفاع في استهلاك الوقود. ومع ذلك الأمريكان جدا اشتغلوا بحرفية عالية بأنه أسعار تذاكر الطيران غالية، بالإضافة إلى الأشياء اللي بتفرضها السفر في الجو من تفتيشات ومن مرات للسفر. بعضهم بيقولوا ماسكس، بعضهم تخلصوا من الماسك. يعني السفر لم يعد متعة بالنسبة للأمريكيين بالطائرات. إذا بيقدروا يوصلوا لنفس المكان إما في القطارات أو حتى في الباصات، والآن تنتشر ظاهرة غريبة جدا في الولايات المتحدة، قاعدين بصنعوا باصات، شركات جديدة، وبجوز أشوف لكم رابط وحط لكم إياه على أول تعليق مثبت. في عندنا باصات الآن فقط تحتوي على ماكسيموم 14 كرسي، باصات كبيرة وزي الباصات اللي كانت تأخذ 40 و50 راكب، فقط بحطوا فيها 14 كرسي، وزي كراسي الدرجة الأولى في الطائرات بتنام فيها، بتروح لها 45 درجة لورا وبتتريح، ولها مساند للركب والإجرين، وبعدين فيها جميع أنواع الترفيه، وفيها أقوى إنترنت وأقوى واي فاي في هذه الباصات، اللي تخلي رحلتك في الباص متعة. فالآن هذا الباص الكبير صار ياخذ 14 راكب، هذول 14 راكب كان ممكن يكونوا 14 سيارة على الشوارع. الترينات نفس الشيء، يعني القطارات. فسعر البورصة يخدم المستثمر البسيط الأمريكي من الطبقة الوسطى، مش لأنه هو أراد أنه يستثمر في البترول، ولكن لأنه الشركات التي تدير مدخرات حساب تقاعده قاعدة بتحط 30% في سعر البورصة. ولكن في عندك مستثمرين آخرين اللي عندهم شوية فلوس، بقول لك كمان احنا بنشتري البترول، كل ما يصير في ازمه بنشتريه على العالي. المشكله اللي راح تحصل الان في سعر البترول انه هؤلاء المستثمرين رايحين يعملوا زي ما عملوا في الجيم تايم ولا في العام الماضي، انه حكيت لكم المستثمرين الكبار رايحين الآن يبدوا يشتروا البترول بأسعار رخيصة على البورصة، يعني شورت، يعني يقولوا إنه بدنا في عندنا بترول مثلا ب 65 دولار، فمعناها لازم سعر البورصة ينزل لأقل من 65 حتى يقوموا بتنفيذ وعودهم ويعملوا الدليفري الوهمية اللي على الورق. فإذا المستثمرين هدول ظلوا يطلعوا بسعر البترول لفوق ل 120 150، هذا مش هو الانديكيشن لسعر البترول الحقيقي. سعر البترول الحقيقي الآن بدأ في انهيار وانخفاض مضطرد إلى تحت، وراح تبدأ منافسة بين الأوبك بلس اللي رايحين لاقوا حالهم إنه ما فيش طلب كما كانوا متوقعين على البترول، لا على الأقل كما أراها لنهاية هذا العام. ما فيش طلب كبير زي الأعوام اللي سبقت جائحة كورونا، ما في. جائحة كورونا خربت نص النظام العالمي اللي كان قائم،
قضت على السياحة على 70-80% من السياحة البينية بين العالم، وكل ما يصدر عن انه سعر البورصة بيطلع هذا انديكيشن بأن المستثمرين الصغار قاعدين بضربوا في المستثمرين الكبار ضربة قوية جدا، ورايحين يضربوهم ويطصوهم على رأسهم ويستخلصوا منهم كل اللي جنوه من أرباح البترول خلال ال6 أشهر القادمة. هذا اللي رايح يصير، راح يضلوا يطلعوه ل 125 130 140 150 عشان هذول يشتروا البترول ب 125 و130 و150 ويعطوه، وهم شارينه المفروض انه بدهم يدلفروه او بدهم يعملوا شحناتهم الوهمية على اساس انه يكونوا ب 65 دولار او 70 او 75. هذا مش راح يحصل في سوق المال. اللي راح يحصل بالعكس، رايحين الصغار يضربوا الكبار. كمان المرة الماضية ضربوهم ب 36 مليار دولار، هاي المرة حيضربوهم بحوالي 50 إلى 60 مليار دولار في يوم واحد، وهذا اليوم قادم وقادم قريبا جدا، ومتوقع يكون في سبتمبر، توقع فقط بس مش راح أعمله توقع رسمي، ولكن في سبتمبر هذا اللي راح يحصل، لأنه يجب أن بيشتروها شورت فيوتشرز 3 أشهر ديليفري معاهم لآخر أوغست ليعملوا هاي الدليفري للكميات الوهمية اللي اشتروها على البورصة، ومش راحين يقدروا يعملوها لأن السعر مش راح يهبط ل 75 دولار بالبورصة. لكن السعر في المحطات، سعر الوقود في المحطات اللي بدأ ينزل حتى بالصيف كان فوق الخمسة، 5.25، الآن بتلاقيه ب 4.5، بتلاقيه ب 64، 4.60 دولار، وهذا هو المعيار الحقيقي اللي بنقدر نشوفه على أرض الواقع بأنه حاصل، بأنه هذا يعني بأنه بدأت هذه المحطات وشركات البترول تحاول أن تغري أصحاب السيارات أو المستهلك الأمريكي بأنه يجي ويعبي التانك فل ويخزن لهم الزائد من شحنات البترول الفعلية اللي جابوها على البلاد. ومعظم شحنات البترول تبعتنا اجت من روسيا، من الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة اخذنا من روسيا بسعر، والسعر الحقيقي الان روسيا بتبيع 65 دولار واقل. لمين ما بده يشتري حتى لو امريكا بدها. هذه الحقيقة، هذا الفرق بين السعرين. فلما يقول لك سعر البترول ارتفع في البورصة قول اللهم زيد وبارك، لأنه هذا معناه إنه كل اللي جنوه من بيع البترول الحقيقي، كل اللي جنوه من أرباح سوف يخسروا في يوم من الأيام في شهر سبتمبر. هؤلاء الشركات العملاقة والإكزيكتيفز والهج فاندز وكذا راح يخسروا، لأنه الشعب الأمريكي مش غبي، والشعب الأمريكي يمتلك من الحنكة والذكاء ويمتلك من الأموال اللي بيستطيعوا فيها يعني مجتمعين إنه يعملوا زي ما عملوا في نهاية العام الماضي. خلينا ندخل على الهامش، الهامش محادثات الدوحة، ماذا حصل؟ الظاهر وكل الظاهر انه الآن هو ليس الوقت المناسب لإجراء أو لإفشال هذه المحادثات. أنا لحد الآن زي ما بقول لكم، خلينا نغير لون اللائحة عشان نقول انه في هذا اللون غيرنا يلا بنحطه بنفسجي. بالنسبة لمحادثات الدوحة أنا بقرأها بطريقة معينة، بأنه الولايات المتحدة لم يعد لها أي
فائدة في العودة إلى هذا الاتفاق، وهذا يقلق الكيان الصهيوني بشكل يعني لا يعرف معاه النوم نهائي، لأنه الكيان الصهيوني بنفسه اعترف بأنه كان أكبر خطأ من أخطاء النتن بأنه أقنع الرئيس ترامب بالخروج من هذا الاتفاق. الآن يعني لما أمريكا جاء عبالها تحل الموضوع أو تعاود ترجع للاتفاق، وهي اللي قاعدة بتقول هذه الشروط بدكو إياها، بدكو بدكوش بلاش. ودير بالكم أنا يعني مش عارف لمتى، بجوز أعطي نفسي لآخر الشهر القادم، إذا أمريكا ما دخلتش في الاتفاق لازم أخصم من حالي عدة نقاط، بعرفش كم على حسب البرنامج اللي واضعه في الكمبيوتر لتحديد نسبة دقة التوقعات. لأنه أنا راهنت وقلت وتوقعت وبطريقة رسمية باللون الأحمر بأنه الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق، ويجب أن تعطي إيران جميع مستحقاتها على حسب الاتفاق الأخير، وذلك بناء على مبدأ بأنه إذا اتفقتوا فتعاقدوا، ولما يصير العقد فعلى الجميع الالتزام فيه، وهذا حصل في 2015. وهذا مش كويس، وحكيت إنه هذا مش كويس لا ال ولا هو مفيد للسياسة الأمريكية إنها تكون متذبذبة أو كلمتها غير مجدية، أو يعني لا يمكن الاعتماد عليها، مش كويس. يعني اللي بقول عن حالهم سياسيين أو إنه دبلوماسيين أو صانعي القرار بيخطئوا، وهذا كان أكبر خطأ. ولكن سبق وحكيت لكم بأنه كان الاتفاق إنه إذا عشان كان نتنياهو في ترامب اللي كان بده يحل القضية الفلسطينية، فلما قال له اعطيني تنزل لي على عن بعض الاراضي خليني انا اكون الرئيس اللي التاريخ يشهد له بانه حل هذه القضيه المعقده، فقال له اذا بتطلع من الاتفاق انا بعطيك الضفه الغربيه او جزء كبير من الضفه الغربيه. صدقوا هذا الخطا فطلع منها. الان هذا اتاح، وبعدين يعني هو مع انه وافق، ولكن في نفس الوقت قال اذا ما اوفوا بوعدهم، واللي ما اوفوش فيه هو عارفهم انه هذولا بنقضوا الوعود والعهود، فقال فلما فكر فيها قال لك اذا بطلع من الاتفاق معناه انا بعطي الفرصه لايران اذا بدها تعمل القنبله الذريه تعملها، فعلى الجهتين الكيان الصهيوني ماك الهوى. هذا اللي حصل. الان امريكا صار عندها راسخ انه لابد من اعطاء الوقت الكافي لايران للحيازه على السلاح النووي. ليش؟ لانه بدهم ينقلوا القوه الاقليميه كما نقلوها بال79 من ايران الى الكيان الصهيوني اللي كان ناشئ وطالع وحاول اثبات لهم من بعد حرب ال67 بأنهم هم الكيان اللي ممكن يحافظوا على المنطقة، وهم اللي ويحافظوا على المصالح الأمريكية في المنطقة، فنجحوا في تلك الأثناء بإقناع الإدارات الأمريكية المتعاقبة بأنه هم حاميين الحمى في المنطقة. الآن انتهى دور الوظيفة تبعهم، وبدأوا يشعر بأن هذا الكيان تمادى في كل تصرفاته العدوانية والوحشية والإجرامية، وأصبح كاهل مش بس على الخزينة الأمريكية، أصبح كاهل على خزائن جميع القوى المختلفة، الاتحاد الأوروبي وعلى الروس وعلى الجميع، فلذلك يجب التخلص منه. فهو أنا صاروا يشددوا الأمريكان، لأنه أنا بعتقد بأنه لما دخلوا على اجتماع الدوحة شغلة واحدة قالوا له، قالوا لهم انتوا
متأكدين إنه الكيان الصهيوني عدو لدود إلكم؟ قال لهم متأكدين. ولما بروحوا على الجهة الثانية بسألوا الكيان الصهيوني: أنتم متأكدين إنه إيران على قد أعدائكم؟ قال لهم متأكدين. قال طيب، أفضل شغلة ادخلوا مع بعض نزاع حرب شاملة وإقليمية، دمروا بعض، دمروا الإقليم، اعملوا اللي بدكم إياه، ولكن لا، ما فيش لكم خيار، بدكم تثبتوا لنا إنه أنتم التنين أعداء لبعض. وأنا بقول لكم التنين، الكيان الصهيوني وإيران أجبن منهم في دخول أي حروب الله ما خلق، أجبن جبناء العالم هذول، يحبون الحياة سواء إيران ولا الكيان الصهيوني. فش حدا أطلق على الثاني طلقات، وكلها حرب إعلامية مزيفة ومضللة. قتلنا لهم خبير، قتلنا لهم قائد عسكري، قتلنا لهم فلان، بدي احلف لكم يمين ولا واحد من هذول ما هو مقتول، كلهم مبسوطين وعايشين وتحت اسماء مختلفة. يعني بدهم يضحكوا علينا الان؟ قالت له ما امريكا، يا بتثبتوا ان انتم على قد اعداء يا بتتصالحوا. الان مفروض على ايران والكيان الصهيوني يعملوا نورماليزيشن، يعني تطبيع فيما بيناتهم بالعلاقات. بعد ما تطبع إيران مع الكيان الصهيوني هذا إذا بقي، فهون ممكن للي ما طبعش من الدول العربية والخليجية على أخص إذا بده يطبع طب. أنا حطيت لكم هون، هذه كل اللي بحكي لكم إياها، وأنا بضحك من جوا لأنه الجهتين بيعتقدوا بأنهم باقين، الجهتين بيعتقدوا انهم هم اللي رايحين يبقوا، والجهتين اكذب منهم الله ما خلق، وفي معاهم كمان كيان اخر تحت الالف المكسوره، وتذكروا هاد. والان الخيار النهائي اللي اعطتهم اياه الولايات المتحده، اما بتحاربوا او بتتصالحوا. يعني بدنا نخلص الازمه من جذورها. انتوا التنين ازمه، كل واحد فيكم صار، واي نظام تعدى على أي دولة أخرى مجاورة أو بعيدة أو تدخل فيها، أي نظام عربي تدخل في الشؤون الدول المجاورة سواء عسكريا أم سياسيا أم تمويليا، هذا النظام سيزول. عشان هيك الحلقة القادمة هي الجزء الثاني من، أو الحلقة الثانية من الجزء الثامن عشر من فلسطين من البحر إلى النهر. ودير بالكم من الخطأ بمكان تقولوا فلسطين من النهر إلى البحر، لأنه فلسطين لن البحر ما بتقدرش تتجاوز، بتقدرش تتجاوز. لكن إذا العدل الإلهي بدأ من تحرير فلسطين ومن فلسطين ومن الأراضي المقدسة، النهر يمكن تجاوزه. فلذلك هذه من البحر إلى النهر، دائما توخوا الحذر في هذا المصطلح، فلسطين من البحر إلى النهر. لأنه لما ينزل العدل الإلهي هذا العدل سيستمر في التمدد إلى أن يشمل جميع المناطق المحيطة باتجاه العالم ككل. النهر بجسر بسيط، عليه كل نهر الأردن، عليه سور من محلات يمكن عبوره والتمدد. حتى نلتقي بتلك الحلقة بمشيئة الله قريبا، وإن شاء الله بلكي أحاول أطلع لكم إياها بكرة أو بعد بكرة. إلى أن نلتقي بتلك الحلقة، أستودعكم الله.